السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم، معكم ميس هبة رجب. النهاردة إن شاء الله سنة أولى مكملين مع بعضنا شرح معنى كنيكت 1 من كتاب بيت باي بيت 2024 طبقا لتعديلات الوزارة الفصل الدراسي الأول. والنهاردة إن شاء الله في الفيديو ده بإذن الله تعالى هنشرح مع بعضنا الوحدة التانية كلها ونحل تدريباتها. إحنا النهاردة معانا إيه؟ يونت 2 كاملة. إيه اسمها؟ ذيس إز مي، يعني هذا أنا. ذيس إز مي، هشرح النهاردة الوحدة دي كلها وكمان هنحل تدريبات يا أولاد. أول صفحة معانا في الوحدة بيج نمبر 40، صفحة ايه؟ صفحة 40، ليسن 1 الدرس الأولاني listening and speaking. قبل ما بدأت نعمل لايك ونشترك في القناة عشان نستنى إن شاء الله كل جديد. عندي parts of the body اللي هي أجزاء الجسم يا ولاد، parts of the body، parts of the body. تعال نشوف أول كلمة معانا النهاردة عين أي، أجزاء الجسم أول حاجة منهم عين أي، عين أي. أنف نوز، أنف نوز. الإس دي يا ولاد بنطقها حرف الزد عشان جاية من حرفين متحركين. إيه الحروف المتحركة؟ 5 حروف في الإنجليزية، الحروف كلها 26 حرف، في منهم 5 متحركين والباقي كله ساكن، يبقى الاي سوري الاو والاي 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 واليو، دي اسمهم حروف متحركة، بعملها على شكل واجهة عشان ما ننساهاش. حروف متحركة الاو والاي 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 واليو، تمام. الاس لما تيجي من حرفين منهم بنطقها حرف الزد، يبقى انف نوز نوز. فم ماوث ماوث، وعندي تي بنطقها حرف الثاء، فم ماوث ماوث ماوث. يبقى عين اي اي اي، انف نوز نوز نوز، فم ماوث ماوث ماوث. اذن اير اير سوري، اذن اير اير اير. يد هاند هاند هاند. عين اي اي اي، انف نوز نوز نوز، فم ماوث ماوث ماوث. اذن اير اير اير. يد هاند هاند هاند. عندنا ايه كمان؟ افعال فيربس. عندي افعال يا ولاد، اول فعل معانا يلمس تاتش تاتش تاتش. يجلس سي داون سي داون سي داون. يقف ستاند اب ستاند اب سي داون ستاند اب سي داون ستاند اب سي داون. يلمس تاتش تاتش تاتش. يستمع الى ليسن ليسن، وعندي حرف التي يا ولاد سايلنت مش منطوق سايلنت، يبقى ليسن ليسن. يصفي الكلاب كلاب 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 يور هاندز كلاب. يغني سينج سينج سينج. يلف او يستدير تيرن اراوند تيرن اراوند تيرن اراوند. يغني سينج سينج تيرن اراوند تيرن اراوند. يبقى يلمس تاتش تاتش تاتش. يجلس سيت داون سيت داون سيت داون. يستمع الى ليسن ليسن. يصفي الكلاب كلاب كلاب. يغني sing sing sing. يلف turn around turn around turn around turn around. sit down sit down. stand up sit down stand up sit down stand up sit down stand up sit down. صفحة اللي بعدها 41. other words كلمات أخرى. سعيد happy happy happy. احسنت صنعا well done. لما تجاوب اجابه صح نقول لك well done، برافو عليك well done happy well done. بعد كده عندنا ايه بقى؟ الوظائف اللغويه لاعطاء اوامر او طلب شيء، بنبدا الفعل بتاعنا في المصدر. اعطاء الاوامر ببدا بفعل في المصدر بعد كده باقي الجمله. يعني عندي المس انفك، يعني ايه يا ولاد؟ ها touch your nose. المس انفك touch your nose. لما اقول لك سقف clap your hands clap your hands. طيب ليه التشجيع؟ بنستخدم كلمة well done يعني أحسنت صنعا، well done هاني أحسنت صنعا يا هاني. this is ده اسم ايه؟ إشارة. هذا أو هذه قريب مفرد، قريب ايه يا ولاد؟ مفرد. this is my nose this is my nose. هذه ايه أو هذا أنفي، تمام، قريب مفرد. أشار بها لقريب الايه يا ولاد؟ المفرد. this is my nose هذه تكون أنفي. 42. تعال نشوف المحادثة عندنا النهاردة. يوسف بيقول لهاني ايه؟ بيقول له يا هاني لسن يا هاني، بقول لك ايه اسمع كده touch your nose. المس انفك كده هاني، فين انفك؟ حط ايده على انفه وقال له ايه؟ this is my nose. شطور. this is my nose هذه تكون انفي. طب لو قال له touch your eye كان قال له this is my eye. touch your ear this is my ear. يبقى لما حد يقول لك المس حاجة في جسمك تقول this is my واسم الحاجة دي. ده قال له this is my nose هذه ايه؟ هذه انف. دول سمعوه كده من بعيد، راحت هنا قالت له ايه؟ ويل دان هاني، برافو عليك يا هاني ويل دان هاني احسنت صنعا يا هاني.
وبتسري. listening and speaking. look listen and say. eye eye عين eye. eye eye عين eye. hand hand يد hand. يد hand عين eye يد hand. فم mouth. فم mouth. أذن ear. أذن ear. أنف نوز. أنف نوز. دي غنوة. stand up sit down يعني اقف واقعد. turn around استدير. clap your hands سقف بإيديك and sing وغني. touch your nose ألمس أنفك. touch your ears touch your ears ألمس إيه أذنيك. we are happy نحن سعداء. stand up sit down turn around clap your hands and sing. touch your eyes ألمس عيونك. touch your mouth ألمس إيه فمك. we are happy نحن سعداء. دي طبعا 44 طريقة كتابة الكلمات. 45 تدريبات الدرس الأول. ماتش اي فين اي يا ولاد؟ حرف السي عين اي. فم ماوس فين الماوس؟ اهو حرف الدي. فين الهاند يا ولاد؟ اهي. فين الاير الاذن؟ حرف البي. سيركل ذا رايت وورد الكلمة الصح. ده كلاب يصفق ولا سينج وغني؟ ده بيسقف. سي داون ولا ستاند اب؟ قاعدة. سي داون. سينج ولا ليسن؟ طبعا سينج بيغني. ماوس ولا نوس؟ طبعا دي نوس. 46 هنعيد ترتيب الحروف. فم ماوس انف نوس عين اي يد هاند. look and write the missing word اكتب الكلمة الناقصة. this is my my ايه يا ولاد؟ ده ايه ده؟ ماوس. touch your nose المس انفك. clap your hands سقف بايديك. touch your eye المس عينك. this is my ear هذه اذني. 47 درس صوتيات النهارده عندي حرف الاتش اللي بنطقه ها 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 لان بنطقه ايه؟ ن ن ن كلمات على حرف الاتش. ها ها هان ها ها هان ها ها هير ه ه هير ه ه هنا. اتش كابت الاول هنا عشان ده اسم اشخاص وهاني برضو. ه ه هاني يد هاند. ه ه هاند يد هاند. ه ه هاند شعر هير. ه ه هير هنا سوري هنا 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 هاني هاني. طب حرف الان بتنطق نون يا ولاد؟ دي بتتنطق هي بتتنطق نون. نه 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 طبعا ان كابيتال. نه 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 ن ن نوز ن ن نك ن ن نك ن ن نها ن ن نوز ن ن نك. تمام يبقى ليش بنطقها ها والان بنطقها نوز. يد هاند شعر هير هنا هاني نها نها انف نوز رقبه نك. لاحظ اسماء الاشخاص زي هنا وهاني ونها بنبداها بكابيتال ليتر. 48 الهاند رايتنج ازاي نكتب الاتش كابيتال اتش سمول؟ هي سهله جدا يا ولاد اهي سمول اتش اتش صغير. طيب الاتش كابيتال اتش الكبيره اهي كابيتال اتش حاجات سهله جدا وعارفينها من الحضانه. سمول ان ان صغيره كده من بره بتنزل مرتين. ان الكبيرة تمانية وفيها سبعة اي تمانية وفيها سبعة. طريقة الكتابة read number 50 صفحة 50 match neck فين الرقبة يا ولاد؟ اهي حرف السي. hand اليد حرف الدي. نهى فين نهى؟ حرف الاي. hair الشعر حرف البي. look and circle دي هاند ولا هير؟ طبعا دي هاند يد. اي ولا نوز؟ انف نوز. هير ولا نيك؟ رقبه نيك. هنا ولا هاني؟ طبعا هاني. 51 هير نيك هاند نوز اس اس نوز يد هاند. هنعيد ترتيب الحروف. انف نوز رقبة نك شعر هير. هنوصل كلمات حرف الاتش. ه ه هاند ه ه هير
ها ها هنا. طيب شوف الان، نوز، نهى، نك، فيفتيتو، بسون سري، هيلث ايشوز، قيم صحية. تعالى ليتس بيك لين، دعنا ايه نكون ايه نعرف قواعد النظافة. شعر، هير، 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 وجه، فيس، 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 وجه، فيس، فيس، شعر، هير، هير، اسنان، تيس، تيس، اسنان، تيس، تيس، سلطة، سلد، 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 نظيف، كلين، 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 يد، هاند، 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 شعر، هير، 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 وجه، فيس، 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 أسنان، تيث، 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 سلطة، سلد، 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 يد، هاند، هاند، هاد، نظيف، كلين، 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 يغسل، ووش، ووش، الاس اتش بتنطق شين يا ولاد، ووش، يغسل أسنانه بالفرشاة أو يسرح يعني برش، يبقى ووش، برش، ووش، برش. نقول تاني، شعر، هير، وجه، فيس، وجه، فيس، اسنان، تيس، اسنان، تيس، سلطة، سلط، سلط، يد، هاند، هاد، نظيف، كلين، كلين، يغسل، ووش، ووش، يمشط او يغسل بالفرشاة يعني برش. 53. I wash my hands، اغسل يدي. I wash my hands، I wash my hands. طيب I wash my face، اغسل وجهي. I wash my face، I wash the salad، بغسل خضار السلطة. I wash the salad، ثلاث حاجات مع wash يا ولاد اهي. I wash، I wash، I wash. اول حاجة I wash my hands، اغسل ايدي. I wash my face، اغسل وجهي. I wash the salad، بغسل السلطة. I wash my hands، I wash my face، I wash the salad. اتنين على برش، I brush my teeth، بغسل سناني بالفرشاة. I brush my hair، بسرح شعري. يبقى فرشة تنفع فرشة سنان وفرشة ايه وفرشة شعر. I brush my teeth، I brush my hair، I brush my teeth، I brush my hair. تعالى بقى نشوف صح ولا غلط. Look and put true or false، ده بيرمي كده الليتر الزبالة على الأرض الرابش، هنقول له كده غلط. ده بينظف، كلين، كده صح. دي بترتب السرير، طيب دي أو ميك ذا بيت، دي كده صح. ده بيعمل ايه؟ انا مش شايفه قوي، مش شكله كده يعني، من الواضح ان هو فعل خاطئ يعني. تمام، تقريبا كده بياكل ويرمي الحاجات حواليه. طيب 54، كتابة الكلمات. 55، ماتش، وصل. فوت، طعم، فين الطعم يا ولاد؟ حرف البي. تيس، اسنان، حرف السي. ووش، يغسل، حرف الدي. برش، بيسرح شعره، حرف الايه. ده هاند ولا فيس؟ اللي عندنا ده فيس طبعا. سلط ولا بوك؟ سلط. برش ماي تيس، اغسل اسناني ولا وش ماي هاندز؟ بغسل يدي، بغسل يدي. هير ده ولا تيس؟ طبعا ده شعر هير. I brush my teeth. طيب I wash my face، بغسل وجهي. I brush my hair، يعني ايه؟ بسرح شعري. طيب I wash my، عايز اقول بغسل يدي. ترتب الحروف، برش، تيس، ووش، فود، رايت. زور تكتب الكلمة، يد، هاند، سلطة، سلط، شعر، هير، يغسل، برش. بنسل، فون، عين، اي، ادر، اي.
اذن اير، ادل اير، انف نوز. بدور على حروف الكلمه يا ولاد. فم ماوس، ام او يو تي اتش، يد هاند، وجه فيس، اسنان تيس. تمام، 58 التمرينات على الوحدة التانية كلها. ماتش، ماوث، الفم، حرف السي، يد هاند، الاي، اذن اير، البي، وانف نوز، حرف الدي. ده هير ولا هاند؟ طبعا يا ولاد ده هير. نيك ولا نوز؟ طبعا دي رقبة اللي عليها السهم. ده براش ماي هير؟ لا، براش ماي تيس. ووش ولا لسن؟ لسن يا السمع. 61 صلد، ناقص حرف الاس، كلاب، ناقصة بيت تقيلة، فيس، ناقصة الاف، نك، ناقصة الان. تعال نرتب. ووش، نك، لسن، اسنان، تيث. هنحل الحاجات دي بعد ما نحفظ الكلمات يا ولاد. listen and answer yes or no. it is a neck، هذه رقبة، yes. it is a nose، هذه أنف، no. can he sing، ده بيعرف يغني، yes. can you touch your nose، المس أنفك، صح. 62 اكتب الكلمة دي. اي سي داون، جالسة، كلاب، بصفق، تاتش، يلمس. ده بيعمل ايه؟ ده واقف، صندب. فايند اند سيركل، تعالى. ده ماوث، دي اذن اير، ده شعر هير، رقبة نيك، يغني سينج، أنف نوز. تمام كده يا ولاد، انتهينا بفضل الله من شرح الوحدة التانية ذيس از مي، وحقنا كمان تدريباتها من كتاب بيت. ان شاء الله نكون معانا الفيديو الجاي في الوحدة التالتة كلها برضو بإذن الله. أي حاجة محتاجينها لسنة أولى نفتح من فوق قوائم التشغيل، هتلاقي قائمة تشغيل أولى ابتدائي الترم الأول 2024، هتلاقي الفيديوهات هناك من بيت والمعاصر. وتابعونا على صفحة الفيسبوك ميسي برجب لأي استفسار. يا ولاد نعمل لايك قبل ما نطلع من الفيديو ونشترك في القناة عشان نستنى ان شاء الله كل جديد. نتمنى لكم نجاح البال والتوفيق بإذن الله. كانت معكم ميسي برجب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.